نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. المعلوم يا شيخ أن علم الساعة عند الله سبحانه وتعالى. إيش؟ علم الساعة نعم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر من أشراطها. نعم. وذكر أمراتها. نعم. فذكر من أشراطها ما يروي أبو هريرة رضي الله عنه أنه يقبض العلم وتكثر الزلازل وتكثر الفتن وكذلك أشراطها كثيرة. فالآن ما يحدث الآن في الكرة الأرضية من زلازل، هل هي من أشراط الساعة؟ هذا هو الظاهر، أن كثرة الزلازل من أشراط الساعة، وكثرة الفتن من أشراط الساعة، والفتن الآن كما ترون كثيرة، وأشراط الساعة كثيرة، الزلازل كثيرة، والعلماء الذين هم العلماء حقا قليلون أيضا، أكثر الناس اليوم، أكثر العلماء اليوم إما علماء دولة وإما علماء أمة، وقل من يكون من علماء الملة. نعم.